الاشتباكات العنيفة لا زالت حتى اللحظة تمتد في بلدة عين ترمة. طبعا النظام السوري في هذه اللحظة يحاول اقتحام البلدة تحت غطاء ناري من القصف المدفعي الذي يستهدف تلك المنطقة، محاولات يائسة بالفعل لاقتحام تلك البلدة. نلاحظ أن قوات النظام تصعد من عملياتها العسكرية في هذه اللحظة على تلك البلدة. طبعا قوات النظام الآن تحاول اقتحام البلدة من عدة محاور، وخاصة من محور الكباس، وأيضا من محاور البلدة المحادية لبلدة عين ترمة وهي منطقة الدخانية. طبعا قوات النظام في هذه اللحظة تقصف بالمدفعيات الثقيلة، واشتباكات تدور على أطراف تلك المنطقة. الآن قوات النظام كما ذكرنا تحاول اقتحام بلدة عين ثرمة، أيضا منطقة المرج هنا لم تسلم من هذا القصف العنيف الذي يستهدف تلك المناطق. اشتعال الجبهات الآن في هذه اللحظة في الغوطة الشرقية، كان في بلدة تبدين أو في مناطق المرج أو في بلدة المليحة. هنا طبعا بلدة المليحة المحتلة من قبل قوات النظام، طبعا هادئة تلك الجبهات في منطقة المليحة، لكن قوات النظام كما ذكرنا الآن تطلق معارك جديدة لاقتحام بلدة عين ثرمة. طبعا الاشتباكات لا زالت متواصلة حتى اللحظة. اشتباكات تمتد طبعا حتى اللحظة من معارك الغوطة الشرقية. سوف نكون معكم تغطية الأحداث من الغوطة الشرقية على جميع جبهات الغوطة الشرقية. حازم الشامي لقناة الجسر الفضائية في دمشق.